السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله نقوم بتقليم شجرة التين. نبدأ على بركة الله، نأتي إلى أسفل الشجرة، إن كانت هناك نموات نقوم بقصها، ثم ننتقل إلى الأفرع الرئيسية، إن وجدت نموات كذلك نقوم بقصها، مثلا هذا النمو نقوم بقصه هكذا، لا نترك نموات على الجذع الرئيسي والأفرع التي تكون هيكل الشجرة. هذه الأفرع الثانوية أو الأفرع التي تكون هيكل الشجرة، أي نموات نقوم بقصها هذه الطريقة. كل النموات نقوم بقصها بهذه الطريقة هكذا، الشجرة أصبحت مفتوحة في الوسط. بعد قص النموات على الأفرع الرئيسية التي تكون هيكل الشجرة، نقوم بقص كل الأفرع أو النموات التي نمت على شكل عمودي هكذا مرتفعة إلى السماء. مثلا نأتي إلى هذا عمودي، نقوم بقصه بهذه الطريقة، نبحث عن أي هذا هكذا هكذا، أي نمو مرتفع إلى السماء، أي نمو عمودي نقوم بقصه بهذه الطريقة. أي نمو مرتفع إلى الأعلى نقوم بقصه كذلك، نقوم بقص النموات المتجهة إلى الأسفل إلى الأرض بهذه الطريقة. إذا بهذا نكون قد قمنا بتقليم الشجرة تقليما صحيحا. الشجرة غير مرتفعة أثناء عملية الجني يمكننا أن ندخل إلى قلب الشجرة أو إلى وسط الشجرة ونقوم بجني الثمار بسهولة. وأخيرا نحدد المساحة التي يشغلها هيكل الشجرة. لو أتينا إلى هذا الغصن، هذا الغصن مقارنة بهذا، هذا الغصن يمتد إلى خارج محيط الشجرة أكثر من هذا. أنا أريد أن أحدد مساحة أو حيز الشجرة مباشرة. نأتي باليد بهذه الطريقة هكذا بهذه الطريقة، أي نقوم بقص هذا الجزء وبهذا نكون قد كوننا هيكل متوازن للشجرة. لماذا؟ هذه الأفرع الرئيسية اثنان، هذا الفرع الرئيسي كم فيه من غصن؟ واحد اثنان ثلاثة، هذا كذلك كم فيه؟ واحد اثنان ثلاثة. طول الغصن مترين، هذا طوله مترين، حتى الغذاء يتوزع على كامل الشجرة، بذلك أحدثنا عملية توازن في الشجرة. عندما تمتص الشجرة الغذاء فيتوزع على كل هيكل الشجرة، وبذلك تعطينا نفس الثمار. الثمار نوعية الثمار أو جودة الثمار التي نجدها في هذا الغصن 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 نجدها في هذا الغصن. بهذه الطريقة قمنا بتقليم الشجرة تقليم توازني، نحافظ على تكوين هيكل الشجرة. كذلك عندما نقوم حتى ولو قمنا بعملية السقي والتسميد فالمغذيات تتوزع على كامل هيكل الشجرة. لماذا؟ لأننا قلنا أحدثنا توازن في عملية التقليم. إذا بهذا إخواني أخواتي مشاهدي قناة ضرر في الأحياء، نكون قد شرحنا لكم طريقة تقليم أشجار التين المثمرة، كيف نحدث توازن في الشجرة، و
كيف نحافظ على هيكلها ونستطيع أن نجني الثمار من الأرض، لا نتركها ترتفع إلى السماء، كذلك يصلها الهواء ويصلها الضوء، وعندما نقوم بعملية المعالجة الدواء يصل إلى كامل هيكل الشجرة. إذا بهذا إخواني أخواتي مشاهدي قناة الظهر في الأحياء، أشكركم على المتابعة، ودائما لا تبخلنا بالاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، الضغط على جيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.